ظروف مختلفة. يعني في 69 مرينا بثورة، وفي عام 93 94 مررنا بعمل ضد معمر قذافي، وب 17 فبراير شاركنا فيه مساندة لشعبنا للتخلص من معمر قذافي في ذلك الوقت. والآن خليفة حفتر لا زال هو خليفة حفتر، لا يقبل إطلاقا أن يظلم شعبه. ففي كل هذه المراحل كان شعبنا يظلم في كل مرة، وبالتالي في هذه المرة التي دفع الشعب الليبي ثمنا غاليا فيها في ثورة 17 فبراير 2011، هذه الثورة دفع فيها أرواح ودماء غالية على الشعب الليبي. وبالتالي عندما كانت النتيجة سلبية، لم تكن نتيجة إيجابية حقيقة في مقابل مقدار ما دفعه من دماء وأرواح. وبالتالي نحن قلنا نحن ما زلنا هو نحن خليفة حفتر، ما زال هو خليفة حفتر. لابد، لم يرضى في الماضي بظلم شعبه، ولم يرضى في الحاضر، ولن نرضى في المستقبل. يعني البعض يعتقد حرب الدائرة وتدخلاتكم المستمرة، يعني البعض يقول أن ربما عودة اللواء خليفة حفتر هي للثأر وإظهار القوة، ما ردكم؟ لا، نحن ليس هي القضية قضية ثار، ولكن القضية قضية أن عندما تغربنا في خارج هذا البلد تغربنا من أجل إزاحة الظلم، لأن لم تتح لنا فرصة في الداخل، فأصبحنا نعد في أنفسنا حتى من الخارج، مثلا اتصالنا بزملائنا في الداخل. وهذا السبب اللي عندما أتيحت الفرصة، أو عندما لم تتح لنا فرصة حقيقية في عام 93-94 حيث قبض على زملاء كثيرين لي ورفاق وأقارب، وطبعا بالتأكيد أنهم في ذلك الوقت حكموا بأحكام ظالمة وقاسية جدا، منها الأقارب والأصدقاء الذين حكموا بالإعدام، ومنهم من حكم بالسجن، وأنا كنت من بين الذين حكموا بالإعدام. وبالتالي عندما أيضا أتيحت الفرصة مرة أخرى بتحرك شعبي، فكنت أفضل أن يكون هذا التحرك لا يمكن إطلاقا أن نتأخر عنه، وخاصة عندما كنت أتحدث من خلال القناة الحرة في أمريكا كان الشعب يطالب بحضوري فورا، وبالتالي لبيت هذا النداء على طول، يعني وجيت في نفس الوقت وشاركت بما أستطيع، وحمدنا الله أنه تحقق المطلوب، يعني بإزاحة معمر قذافي إلى آخر شيء في حياته. وبالتالي وكنا لم نريد معمر قذافي أن ينتهي بهذا الشكل حقيقة، لأنه كان زميل لي، ولكن كنت أريد أن يقول الحقيقة لهذا الشعب الذي سانده على مدى 24 سنة، على 40 سنة، ولكن ذاق المرارة، كل المرارة من هذا الحكم حقيقة. فأدينا واجبنا، وتوقعنا أن تتحول يعني بعد معمر قذافي إلى جنة الله على الأرض، لكن للأسف أن يعني أتوا إلى مفاصل الحكم مجموعات لم تكن في الحسبان على الإطلاق، ولم يعرفها الشعب، وهي جماعات تدعي الإسلام، وجرت يعني مصير الشعب إلى يعني مواقف لم تكن في الحسبان على الإطلاق، ولم يدري الشعب الليبي أن يكون هذا هو مصيره. فالحقيقة تشكلت عصابات أصبحت يعني تذيق الشعب المرارة، كل المرارة بالسلب وبالنهب وبالاغتصاب، وفي نفس الوقت بالتعدي على ممتلكاته وعلى أرواحه وعلى يعني هذه الأمور. لم يتوقع أحد أن ينفلت المعيار إلى أن تصبح ليبيا في محب الريح بالنسبة لهؤلاء. طبعا هذه الأمور كلها حدثت النتيجة، والثورات تقاس بنتائجها. النتيجة 17 فبراير رغم الدماء والأرواح اللي بذلت فيها، إلا أنها كانت نتيجة سلبية بالطبع. خليفة حفتر هو أيضا
يقاس بمنظور السيسي وما فعله بمصر، يعني يشبهون خليفة بالسيسي على أساس الانقلاب. والله أولا السيسي لم يكن عيب، السيسي كان رجلا في بلده وأدى واجبه. نعتقد أن الجماعات الإسلامية التي تحكمت لم تقوم بشيء إطلاقا لمصلحة شعبها، وبالتالي قام باعتبار رجل عسكري ومهمته أن يقف إلى جانب شعبه، فوقف للظروف اللي مر بها، وقف وقفة رجل شجاع وأدى واجبه. و يعني هذا هو المطلوب يعني من كل عسكري في الجيش بالذات، عندما تضيق الحالة بالشعب لابد أن يشير إلى 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 أبناء قوات المسلحة، فكان ذلك الرجل. وكل له ظروفه، يعني أنا عندي ظروفي وهو عنده ظروفه، يعني هو المؤسسات كلها قائمة والجيش قائم وكل الأمور الشرطة والدنيا كلها تمام. أما في ليبيا لم يكن هناك شيء للأسف. الجماعات اللي تولت الحكم ودخلت في مفاصل الحكم على مدى 4 سنوات كانت تعمل ضد الجيش وضد الشرطة وضد كل ما يؤمن الشعب الليبي، وبالتالي طبعا أكيد يعني أن نحن كل واحد له ظروفه، قمنا بما يريد الشعب في جميع الأحوال. في 69 قمنا بما يرغب الشعب، في 93-94 قمنا بما يريد الشعب، دفعنا ثمن غالي بالطبع، وفي 17 فبراير شاركنا بما نستطيع بما يريد الشعب. ونحن للأسف هذه الأمور كلها نتائجها كانت سلبية، فنحن اليوم نريد أن نقوم بواجبنا بما نستطيع وبما يرى الشعب. والشعب الآن أصبحت عندها تجربة كبيرة جدا ويراقب في كل كبيرة وصغيرة، وقادر على التصحيح أينما وجد الخطأ وأينما شعر بأن هناك خطأ. أينما الوقت اللي يشعر فيه بأن هناك خطأ بالتأكيد أنه سيقف وبقوة كما تريه في جميع المدن والقرى الليبية. ربما هذا عن طريق عملية الكرامة التي يقول البعض أنها جاءت بعد فشلة مبادرة خريطة الطريق التي وضعتموها، ربما لجأتم إلى الحل العسكري. البعض يقول فشل الحل السياسي فلجأ حفتر إلى الحل العسكري. لا 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 أبدا، نحن درنا بيان واضح جدا وأكدنا أنه ليس بانقلاب، وبالفعل حتى نبين أنه ليس بانقلاب لم ننفذ في شيء، قلنا نعطيهم فرصة على أساس أنهم يفهموا هذه الرسالة، ولكن للأسف لم يفهموها. فنحن تحركنا، شعب لم يكتفي بالمظاهرات اللي عملها، لكن جاري بيتي لغاية بيتي ودخلوا حتى البيت آلاف مؤلفة، وكلهم طلبوا منا الخروج، لابد أن تخرج وتقف معنا. فطبعا لا يمكن أن أتأخر، هذه الرسالة لو تكلفني حياتي في نفس الوقت، ولو تكلفكم إشاعة خوض حرب بالوكالة بالنيابة عن الجيش. لا لم نخوض حرب، هو في جيش، نحن عندما كلفنا بهذا والشعب أعطانا هذا التفويض الصريح في جميع مدن وقرى، فطبعا بالتأكيد تحركنا ويعني طلبنا كل القادرين على حمل السلاح من العسكريين، فبالنبو النداء سريعا، وطبعا تحركنا وبأساليب في محاذير في التحرك بالطبع. تعرفي أن هذه المدينة اللي تقريبا تعداد سكانها 1.25 مليون لا نريد أن نلحق الأذى أبدا بشعبنا، وبالتالي يعني أصبحنا نمارس في طريقة الحرب بأسلوب يلحق الأذى فقط بالعناصر الإرهابية التي وصلت إلى بلادنا، حتى أصبحنا يعني قد وصلنا إلى درجة كبيرة جدا، حوالي 75% من القضاء على العناصر القيادية فيه، وبالتالي تحركنا على المدينة وأصبحت يعني كل الجهات القوات المسلحة والشرطة والجهات الأمنية كلها عبأناها لهذا الغرض. نحن نريد أن نقلل أكبر قدر من الوسائل يعني المتاحة لنا، بحيث أن نقلل خسائرنا في
بين سكاننا وأهلنا في الداخل. أما الخصم كان هذا هو المستهدف، سواء كان مختبئ وإلا ظهر، وبالتالي احنا وصلنا الآن إلى درجة كبيرة جدا تصل قرابة 95% من قوته ومن قدراته، ومن ماش في حد يعني يستطيع ان يقاوم وجها لوجه. يعني عمليه الكرامه يقال انها يعني تم خوضها كما قلت يعني بالوكاله، يعني ما ردكم على هؤلاء يعني لفتره لم تعترف الحكومه الشرعيه الحاليه ولا حتى مجلس النواب بعمليه الكرامه. نحن اخذنا تفويض من الشعب حقيقه. لا يعني بالنسبه للمجلس النيابي اللي اختار الشعب، طبعا أكيد في عناصر كثيرة جدا واعية وتعرف ماذا تستطيع أن تقدم لهذه القوة، ولكن كان السند الأكبر هو الشعب مباشرة، كان معنا شعب، وبالتالي كنا ظهرنا يعني مسنود حقيقة يعني. فما في مثلا تباين في الآراء، في تجانس حقيقي للآراء من قبل كل فئات الشعب، قبائل، مؤسسات المجتمع المدني، الشباب بصفة عامة. فهذه هي الجهات التي نعتمد عليها، قوتنا نعتمد عليها، ثم نعتمد على القوة الفاعلة من القوات المسلحة التي أنبرت لهذا الواجب. فكانوا ليس السلاح مصدرنا هو قوة السلاح، ولكن قوة الإرادة. الإرادة كانت قوية والحزم كان موجود، وضباطنا الأشاوس اللي يقودوا والجنود الأوفياء اللي كانوا يقدموا على الموت بدون تردد، هؤلاء هذا هو مصدر قوة تاعنا. وماذا عن أيضا الذين يقولون أن اللواء خليفة حفتر هو شخصية دائما شخصية مرتبط اسمها بالانقلابات، يعني من الملك إدريس إلى معمر القذافي إلى النظام الحالي؟ طبعا شو بيقولوا في خصوم، يعني كل واحد له، اذا ما عنده خصم يبحث عن خصم اكيد يعني. فهذول الناس طبعا اكيد حاقدين، لا نريد، فوتنا عليهم فرص النهب والسرقه والعمليات مثل هذه، وطبعا اكيد لم يجدوا مكان يعني يقبلهم بمواصفاتهم اللي عرفوا بها بين ابناء الشعب الليبي، وبالتالي ماذا نتصور أن يقوموا؟ نحن لما قمنا على الملك إدريس قمنا لأننا نشعر بأن هناك ظلم. الملك إدريس هو رجل طبعا متفرغ لعبادة الله، رجل ورع صادق، رجل تقي، ما عنده إطلاقا أي أخطاء في شخصه، ولكن المشكلة أن الدائرة اللي حوله كانت تدير البلاد، وهو مسؤول على الأقل يعني مسؤولية أدبية، لابد أن يصنع هذا، وبالتالي غير قادر على أن يحجمهم. وبالتالي إحنا كنا شباب صغار وكنا نشعر بالظلم، لا نقبل أبدا، وعندنا جرأة أكثر من الضباط ذو الرتب العالية، وبالتالي تقدمنا وأدينا هذه المهمة ولم يجرح فيها أحد. كانت ثورة بيضاء، لماذا؟ لأن الشعب كان معنا كله. نفس الطريقة في 93-94 الحركة ضد معمر، كانوا مئات دخلوا السجن. يعني معمر طبعا استخدم الاستخبارات وتجسس، وزي ما تقول أجهض الحركة قبل أن تبدأ. لو بدأت الحركة لشفتي يعني كل الشعب الليبي حيخرج، وبالتالي مصداقا لهذا لما قامت 17 فبراير تحرك الشعب الليبي كله، وكنا نحن معاه من البداية. يعني درنا المناشير حتى قبل هذا اليوم، لأن نريد الشعب أن يرتفع بمطالب، يعني ما يكونش المطالب يعني منخفضة، لابد أن، وأول هذه المطالب هو إزاحة معمر القذافي عن الحكم. ومعمر القذافي في اتصالاته بي أنا لما كنت برا كان يتصلوا بي آخرين طبعا نيابة عنا، هو بيكلف فيهم على أساس يتصلوا بي، فكنت وكانوا يعني قلت لهم أنا لا يخوفني بقوته ولا يغريني بمال، الاثنين ما عندهم مكان عندي. فالشيء الوحيد اللي هو يخلص الشعب الليبي بهدوء هو ان يخرج معمر القذافي ويخطو خطوتين للوراء ويترك الشعب الليبي وشأنه، عند ذلك سيجدوني في ليبيا بدون نزاع بدون مشاكل. ولكن كل شيء عنده وقت، لما حان الوقت كنا حاضرين.
تحدثهم عن وجود خصوم، وهم نفس الخصوم الذين يقولون أن اللواء خليفة حفتر يطبق أجندة أجنبية عربية ربما مصرية أمريكية، فماذا ردكم أيضا على هؤلاء؟ أنا لا أطبق إلا أجندة الشعب الليبي، اللي يقولها الشعب الليبي أنا جاهز لها. لكن أنا لا تنسي أني عربي ومسلم، فإذا كان لي من عطاء ولا من جهد ولا غيره نقدمه لا نتأخر فيه أكيد. بالعودة أيضا إلى المساندة العربية، مصلحة مصر مع الوقوف مع منطقة الشرق وخاصة باسمكم، يعني ما هي مصلحة مصر في الوقوف مع اللواء حفتر؟ والله هذا سؤال يوجهه لماما، يوجهه لماذا السؤال؟ لكن أنا سعيد بأن يقف معي. لماذا؟ أولا جيراني، تربط بيني وبينهم الجيرة واللغة والدين وكل أواصر الروابط الاجتماعية كثيرة جدا، يعني أغلب الناس فيها روابط الزواج والنسب، هذه كلها موجودة بينه وبين مصر بالذات، يعني أكثر من أي دولة مجاورة أخرى. فكيف يستكثر عليهم من يقفوا معنا؟ وقفت معنا في الحدود المعقولة، يعني ما في حد إطلاقا وضع رجله في بلدي ليبيا، سواء كان عربي أو إسلامي أو غيره، ما فيش إطلاقا يعني، فما بالك الآخرين. وماذا عن من يتكلم عن دعم بالسلاح؟ تقولون أنهم جيران وأن المصلحة واحدة وغيرها، ولكن هنالك من يتحدث عن دعم حتى للطائرات، يعني دعم سلاح من مصر. ما في كلام هذا، ما في إطلاقا. يمكن في دعم بالسلاح، لماذا لا يعني، لكن ما فيش طائرات ولا فيه دعم بأفراد ولا هذا كلام، ما فيه إطلاقا. لكن في بعض الأشياء لجنة استكية فجينا أحيانا، هذا شيء طبيعي يعني، التموين والأشياء الإدارية يعني، لكن ما فيه شيء اسمه يعني لا ما فيه شيء هذا الكلام. بعد أشهر من مسمى الانقلاب انقلبت الآن من الدولة الحالية الشرعية، يعني من مجلس النواب ليصبح تأييد، هل هذا التأييد تحتاجون إليه وهل هو متأخر؟ طبعا بالتأكيد أنه هو يعني تأييد متأخر، لكن نحن في الأساس نكتسب شرعيتنا من الشعب نفسه. الشعب اللي أسس مجلس النواب هو قبل أعطانا الشرعية لكي نقوم بما نقوم به، ولكن يعني وتأخر لا شك بذلك في عملية يعني هذا البيان، ولكن في نهاية الأمر كويس يعني، في أمتى ما يجي كويس يعني، مش مشكلة. هم أهلنا وزملائنا وأخوة بالنسبة لنا، ويعرفوا أن المشاكل كثيرة جدا يعانوا فيها ويحلوا في يعني أشياء ربما يعني ما كانش في أولويات هذا الموضوع الهمة، فجاء في وقته يعني، جاء في وقته في نهاية الأمر، جاء في وقته. لو سألتم إلى أين تتجه ليبيا اليوم، هل إلى ممكن تقسيمها إلى دويلات؟ ما هي يعني النظرة البعدية لكم حول ما يجري الآن في ليبيا؟ والله أنا لو أعبر يعني بالطريقة السياسية في هذا الجانب، ليبيا هذه وحدة واحدة، ومن مهامنا نحن كقوات مسلحة هو وحدة البلاد، ولا نسمح لأي كان أن يجزئها مهما كانت الظروف. نحن نعلم أن هناك أطماع خارجية وهناك من يأيدها، لكن المؤيدون قليلون جدا، يعني ناس ما عندهم ارتباط وثيق بالوطن، لكن نحن هذا البلد اللي مساحته 1,760,000 كيلومتر مربع تقريبا مساحة أوروبا، لا نسمح إطلاقا بتجزئته ما دام فيه رجال مثل الرجال اللي شفتين في كرامة، ونحن نعتقد أنهم كثر وكل يوم يتزايدوا بالتأكيد، وما زال أيضا في شعب له عزته وكرامته، لا يمكن إطلاقا يسمح بتقسيم البلد. هذه بلد مرتبطة ببعضها بكل الوسائل بكل الأمور، عددي مشئتي، وفي النهاية مصيرها واحد،
فنحن لا يمكن إطلاق النصمة بتجزئته. ولا وضعت يوم من في الأيام أنني سأكون في الجهة الشرقية وسأخذ جواز سفر من الجهة الغربية أو من الجهة الغربية للجنوب، هذا كلام محظور. هذه الوحدة مش نحن اللي عملناها، هذه دفعت فيها دماء من أيام الأتراك وأيام إيطاليا، ونحن مصرين على أن تستمر وحدة هذا البلد، بل نطمح إلى أكبر من هذا، أن يكون جزء يعني خير وفعال في الجسم الكبير اللي هو أمتنا العربية بإذن الله تعالى. لماذا لا نكون الصرحاء هنا السيد المحترم ونقول من يصطاد في المياه العكرة اليوم في ليبيا؟ كثيرا ما تحدثتم عن قطر. قطر هذه يعني هي حشرة أنفها في شيء ما لها مصلحة به من البداية. كنا نعتقد أنهم يعني فعلا واقفين معنا وقفة عربية صادقة، فإذا بهم عبارة عن أدوات لغيرهم، فيحققوا في أمال قرارات دول أجنبية، وقد تكون الصهيونية وراء هذا. كل ما قامت به قطر للأسف أنه عبث لا يمكن إطلاقا أن القطريين يرضوا بهذا. نحن نعرف الشعب القطري شعب عربي، شعب عنده نخوة وعنده شجاعة وعنده، ولكن للأسف اللي واقفين مثل موزة وحمد وابنه هذه المجموعة متحكمة، ولكن في رجال في قطر لابد نسمعهم يوم من الأيام يقولوا لا هذا العمل مش صحيح. أما في ليبيا كل ما قامت به قطر فهو مشطوب عليه، لا يمكن إطلاقا يعني عملاء قطر لا يمكن إطلاقا أن يبقوا في ليبيا، لا يمكن. هل وصلت أحد الدعم هؤلاء بالسلاح للجهة؟ طبعا تدعم فيهم، تدعم بالسلاح، وكل تدعم فيه بالسلاح فإن يعني هذا مردود عليها، كلها مردود عليهم هم وقطر وغيرهم بالطبع. احنا يعني نجد ضعف ابناء يعني في بداية حديثي قلت لك قوتنا في إرادتنا، قوتنا في إرادة شعب هذا عنده إرادة قوية جدا. لما قاتل إيطاليا فترة طويلة شعب صغير، لكن عنده من الحماس وعنده من الإرادة ما يقبح شماع أي طمع، أي طامع في ليبيا لابد أن يقف في وجهه، ولابد أن يرضى أن يرجع مهزوم بإذن الله. سيادة اللواء، لو قلنا منطقة الزنتان خلاف أم تنسيق؟ والله تنسيق يمكن. مع أنه نحن في آخر حوار لنا مع السيد أسامة جويلي تحدث عن خلاف بين وجهات، ليس في الهدف وإنما في وجهات النظر. بصرف النظر مال السيد جويلي أنا ما فيش شيء، ما شيء علاقة بالكرامة طبعا، يعني ربما عنده اتجاه ثاني، هو أخواني طبعا حسب المعلومات اللي عندنا هو أخواني، وبالتالي أكيد لا يمكن إطلاقا أن تكون وجهة نظر واحدة، بل بالعكس متعاكسة أو متضاربة. أين هو دور المجتمع الدولي فيما يجري حاليا في ليبيا؟ يعني ليس هناك موقف واضح وصريح فيما يجري. ما عندهم أي دور إطلاقا، سوى أن كثير من القرارات اللي نسمع بها هي معرقلة. نحن نمارس في الدفاع عن العالم كله تقريبا ما دام ما شاركش معنا، يعني هذا العدو المشترك للكرة الأرضية كلها. الإرهاب لن يقبل بشر، ذبح الناس وقتلها واغتيالها وسلبها ونهبها مش ممكن مجتمع يقبل هذا الوضع، يعني هذه من كل مقومات الإرهاب. فلا أدري يعني هو بيغمض، في دول بتغمض عينها عن وضع معين كوضع ليبيا، وتساند دول أخرى لعلها يعني أكثر أهمية عندها، هذه متروكة لها هي. لكن نحن لم يساندنا إطلاقا أحد حتى هذه اللحظة، بل بالعكس كل ما نسمعه في الإذاعات يعني نسمع في أشياء مهبطة للعزائم، لو كان عزائمنا مقرونة بالعامل الخارجي، لكن نحن معتمدين على شعبنا والأرض أرضنا والشعب شعبنا، ونحن حرين في الدفاع عن أنفسنا. الدفاع عن النفس هذا حق مكفول لكل مواطن في الدنيا كلها، وبالتالي احنا على ارضنا ندافع. اي مجموعه ولا فرد ولا غيره جيب تحاول تنغص
على حياتنا وظروف أهلنا بالتأكيد نحن نتصدى لها بقوة بقوة وبإمكانياتنا الموجودة. وإمكانياتنا مش بسيطة، ذكرت الإرادة هي أقوى شيء، وما دام الإرادة موجودة معناه نستطيع أن نحصل على السلاح ونحصل على كل شيء، ونحصل على الطائرات ونحصل على كل شيء نقدر نحصل عليه. العالم هذا واسع جدا متفرع، إذا أغلقت الباب في جهة في أبواب أخرى مفتوحة، فاللي يغلق باب يخلق على نفسه بس. لكن الحمد لله يعني نحن صلاتنا واسعة، سواء كان في أفريقيا وإلا في الدول العربية وإلا في بعض الدول اللي هي فعلا تحب الخير لغيرها، كل صلتنا بها. هنا ربما نتحدث عن الوساطة المصرية الجزائرية، ما رأيكم فيها؟ كل يد طيبة تريد الخير يدنا ممدودة، لا يمكن تتأخر إطلاقا، نحن بل نبادر. هل توافقون على طاولة الحوار التي بادرت بها الجزائر؟ مع من؟ مع كل مع من؟ لا أذكري لي من؟ كل الجزائر، هذا بلدنا. مؤتمر وطني، هل تجلسون مع طاولة حوار مع المؤتمر الوطني؟ أي مؤتمر وطني؟ المنتهية طبعا. منتهية، يكفينا منتهية ولايته، هو يكفينا منتهية الولاية متاعها، ما ليش اللي عملوا فيها هذا الحكومة والكلام الفاضي هذا، هذا كله ما ليش معنى. هذا هذه منتهية، ويعني منتهية ولاية، معنى ذلك أنت تأثير ولا سلطة، ما في دهم شيء يعني. عن ماذا يساوموا يعني في هذا هذا العبث اللي يقوموا به، هذا كلام ما ليش معنى يعني. نحن الشعب اختار البديل، البديل يمارس مهامه، ونحن عندنا مجلس نواب هو السلطة الحقيقية العليا اللي موجودة حتى هذه اللحظة، والشعب مستمر حتى يحقق يعني بناء الدولة كاملة برئيسها وبقية المؤسسات الأخرى مستمرين يعني. حتى بعد قرار أي قرار محكمة بعد شرعية البرلمان الحالي؟ لا هو شرعية البرلمان الحالي ليس كتفسير بعض الناس اللي فسروا على هواهم، إنما نعتقد أن يعني حكمانا وقضاة اللي هم نرى فيهم العدل، لا أعتقد أنهم كان عندهم مقصد في مثلا تسفيه ولا الإقلال من دور المجلس، ولا يعني هذه المؤسسة اللي اختارها شعب يقلل منها، لا يمكن، اختارها شعب ما اختارها شيء واحد ثاني، ولا أعتقد أن هناك قوانين تحكم بها المحكمة ضد إرادة الشعب، مستحيل. سربت بعض المعلومات منذ وقت ليس ببعيد حول اجتماع سري مع قيادات كبيرة من الجيش، تم خلالها تزكية لواء خليفة حفتر ليكون قائدا لأركان الجيش، لكن الخطوة ربما فشلت أو ربما هناك من تصدى. ما تحصل ما نعرفش، قلت مصادر يعني، هل تنفون أو تؤكدون؟ ونريد أن نتحدث عن سعيكم لمنصب أيضا. لا أنا لا أسعى لمنصب، ليه أسعى لمنصب؟ هذا يعني عادي يقدر وسائل مختلفة للوصول له، مش قدم نفسه للموت. نحن لما تحركنا أمامنا موت فقط، وإلا نصل بإنقاذ هذا الشعب لتحقيق يعني أهدافه، لكن ما وضعنا قدامنا أنك تبي تكون كذا ولا كذا، منتهي ما فيها، ما هيش خيارات عندنا أمور الوصول، هذا متروك للناس آخرين عندما تضع الأمور أوزارها وتبقى الحياة مطمئنة. أنا لا أنا ولا غيري يكون باين، آلاف يجوا بملفات الحمد لله جاهزين، ها ويقطف الثمار إذا وجدوا فرصة لا يتأخروا، ولكن نحن لسنا هكذا، نحن فقط مجهزين أنفسنا يعني. هذا ليس الآن، حتى أبائنا وأجدادنا مروا بهذا الطريق، فكان يمكن نصيبنا اللي نسعى له فقط خط الرصاص، ما عندناش حاجة نسعى له يعني. فضو يعني تحدثتم عن الخطوط الأمامية وصوت الرصاص، والخصوم يتهمونكم بأنكم استبعدتم أولادكم من جبهات القتال، يعني ربما أولادكم في الخارج يعني في نعيم، وأولاد الشعب الليبي اليوم داخل الجبهات، ماذا يرد عليهم لواء حفتر؟ والله رد عليهم يتفضلوا شوف الجبهة من فيها من أولادي، وعندك تشوفهم قدامك هذا واحد، والباقيين اثنين الاخرين قاعدين هنا في القوات، اظن شافوهم الجماعة، شفتيهم اذا كان ممكن تشوفيهم حتى وانت طالعة،
أولادي أغلبهم معي، اللهم إلا اللي قاعد مع العائلة على الأقل يعولهم يعني، لكن كلهم متواجدين هنا في الجبهة، يجي ثلاثة ومعي هنا يجي ثلاثة، ما في يعني شيء آخر. أبنائي وأبناء إخوتي أمامك، واحد هذا ابن أخوي نفس الشيء، والباقي نفس الطريقة تلاقيهم موجودين، اللي مش موجود هنا موجود في الجبهة. أيضا سيد لواء حفتر، لو تحدثنا عن كتيبتي الصواعق والقعقاع، يعني هنالك من يقول أنه لجأتم إليهم بعد يعني لكونهم يمتلكون السلاح الكبير بالكم الهائل وأيضا التعداد البشري الهائل، ماذا تقولون أيضا؟ تعداد البشر الهائل وين؟ أنا لم أعرف إطلاقا ولا واحد من الكلام اللي يقولوا فيه، ولا واحد أيضا حتى من القعقاع والصواعق. أنا أعرف واحد من الصواعق عماد، لكن لا أعرف، ما عمري ما دخلت في معسكراتهم وشفتهم وغيره كذا. كلام، هذا كلام كلام فقط يعني. يعني ليس هنالك هذا، لا ليس، لا 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 دعم كبير ولا صغير، لم يقدموا لنا شيء إطلاقا، كلها صراحة يعني. ألا يخاف اللواء خليفة حفتر من أن يلاقي نفس مصير المرحوم عبد الفتاح يونس، خاصة وأن الهدف واحد وهو إقامة جيش موحد ليبي؟ أنا قلت لك أمامنا هدف نصلوا له، نموت دونه، ما في شيء ثاني. هدفنا هو أمن هذا الشعب وأن يتمتع بحياة يستحقها، لأن هذا الشعب يستحق كل تكريم، وربي حباه ثروة يحسدونه الآخرين عليها. هذه الثروة إن حرص عليها فهي نعمة لم تكن متروكة، ولم تكن هذه الفرصة معطية لأحد غيرهم. يعني حتى وسلسلة الاغتيالات التي تعرضتم لها، يعني اللواء خليفة حفتر تعرض للعديد من محاولات عملية الاغتيال ولا يزال إلى اليوم عرضة لتلك العمليات. طبعا وش حصل يعني؟ كل اغتيال بيزيدنا قوة، نحن يعني لا يخيفنا شيء حقيقة يعني. شنو الشيء اللي تراه في نفسك أنت أو تتصوريه أنه يخيف؟ الحرص على الحياة، مش حريصين عليها. احنا لما نقول لك أمامنا هدف وهو مطالب الشعب الليبي لابد أن تصله، ولو تكلفنا الموت حتى بكرة والله بعد ساعة والله بعد سنة والله بعد شنو، فنحن مستمرون. أي محاولات ما محاولات، هذه كلها كلام فاضي. الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطانا هذه الروح وهذه الحياة، أمتى ما بيسحبها ما يقدرش واحد يعترضها، ومتى كان حريص وحامي لنا ويعني فعلا حامي بحصنه ما يقدر أحد يتدخل في شؤونه ويخترقها. ما هو مثلا انتحاري دخل في محل إقامتنا ولم يعني في غرفة طارن كل سيسان، والله سبحانه وتعالى باقي، ما زلنا باقيين ولم نصب بسوء، فيعني الحمد لله قاعدين نتمتعوا بأقوى من قبل، لأن احنا اعتمادنا وخوفنا من أن نقصر فقط تجاه شعبنا، خلافا ما فيش حاجة تخوف، خلينا نخاف. كنتم في ثورة إسقاط النظام السابق، ولكنكم لم تستفيدوا من مخازن العقيد الراحل طبعا، ألم تحسبوا حساب اليوم؟ نحن ما كناش نتوقع إطلاقا. هذا عشان تعرف ان احنا لا نفكر في قضيه انقلابات ولا غيرها، نفكر ما يسعد الشعب الليبي. لما قام الشعب الليبي بهذا العمل كنا نتوقع ان الناس كلها تحسب حساب للشعب فقط، وتتذكر ان اللي جاب وغير هذه الموازين هو الشعب. لكن للاسف عندنا مثل يقول لك السراء يغلب الاساس عندنا، فللاسف الناس اللي جو ودخلوا بقرافة التاعت بتاعهم، وأنا عندي دكتور وأنا عندي مش عارف فيش وعندي كذا، ففرحنا احنا بصراحة. الدكتور ما شاء الله هلا وسهلا، شوف واحد عنده ماجستير يزيدنا سعادة ونعطوه الأولوية ويلا. فلقيه بعدين واحد بلحيته كنا نعتقد أنه بركة كلها، هذا يزيد لني، فإذا بلحية عملنا مشاكل
وبقرواطه خلانا الامور كلها بصراحه يعني في حاله اخرى. هذه لهذا اصبحنا توا كل واحد يجي ان شاء الله يقبعته جاي من تعرف من توا داين يعني تخوف اليوم اصبح تخوف. فاصبح طبعا حذرين من كل واحد، لا اللي بلحته ولا اللي بقرواطه ولا الشكل يغرينا اطلاقا. ما عادش فيه الا الميدان، سواء كان ميدان سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا عسكري، ما يغرينا اطلاقا اي شكل. اللي يغرينا هو الفعل. من يرى في شعبنا خيرا فنحن كلنا وراه، ومن يرى في شرا رغم حتى تكون عندنا مثلا معلومات عنه والشعب لا يريده، خلاص انتهت القصه. احنا لان بدانا نراهن على 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 شعبنا، لانه شعبنا اصبح يقظ ومدرك اكثر من كل العناصر اللي توظف لمصلحته. وايضا من بين اهدافكم كما قلتم هو القضاء ربما على انتشار السلاح. شوفي، السلاح دائما مطلب. الانسان اللي خاف ما يسيبش سلاح. سلاح هكذا. نحن لا نريدهم يتركوا سلاح الى ان يشعروا بامن والامان. لما يشعروا ان في جيش حامي من البلد، ويشعروا ان في الشرطه يناموا وما يخافوش من حد، الشوارع امنه، المدارس امنه، الجامعات امنه، المستشفى امن، المتاجر امنه في القرى وفي المدن، عندئذ هم انفسهم ليبيين واعيين عارفين كل حاجه. اول بلاغ على تسليم السلاح سيتوافدوا على مراكز استلام السلاح ويسلموا اسلحتهم بانفسهم. فاهم هذا الجانب. يعني عملية الكرامة يقال أنه أيضا هي في منطقة الشرق فقط، هل المؤيدين والمحبين والموالين للواء خليفة حفتر هم كما يقال فقط من منطقة الشرق؟ شوفي، الشرق صحيح هذا، بس يعني المنطقة، منطقة الشرق الحقيقة يعني منطقة ثائرة ومنطقة دائما سباقة لرفض الظلم، ولهذا ابتدأنا منها من ناحية العملية. لكن في طرابلس وضع وحيها، سواء طرابلس المركز ولا طرابلس الكبرى ولا تجوره ولا سوق الجمعه والا الزاويه، سبراتا، زواره، جميل، ركدالين، كل هذه المناطق الى ان تصلي الى سفح الجبل، ومن خذي الجبل هذا كله الى ان تصلي الى الساحل، ومنها طبعا المسلات او قصر الخيار والزليتن وكل هذه المناطق بما فيها طبعا مصراتة وسرت، وخذي للجنوب. كل هؤلاء الناس نسبه كبيره جدا مع 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 الكرامه. كرامه كل الناس متعاطفه معها، والجنود كلهم جاهزين في كل مكان. اللهم الا في ناس خدعت، زي اخوتنا في مصراتة قد يكونوا خدعوا في 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 قصة انهم يعني عندهم نوايا في السلطة، يريدوا السلطة، يريدوا غيره كذا. الناس معوا كلام يعني، لكن الحقيقة يعني الإجراءات اللي اتخذت أخيرا كانت مخيبة للآمال. يعني ما كناش توقعوا مثلا مدينة كيف هذه، مدينة مصراتة فيها ناس خيرين جدا، ناس ممتازين حقيقة يعني، ولكن للأسف ان بعض منهم جنح في اتجاه من وجهة نظرنا احنا نعتبره خاطئ، ولكن ربما عنده رؤية أخرى لا أدري يعني. لكن نحن فقط نرى بالعين ونسمع، ولكن ما نعرفش يعني، ما عندناش أي اتصالات حقيقة بالناس اللي قامت بهذا العمل. لكن البوادر ما كانش طيبة عندما نشوف مطار دمر، وعندما نرى القبض على ناس تغتال، وعندما يعني بعض إجراءات لا تدل على أن الناس اللي قامت بهذا العمل هي ناس وطنية وعاقلة وتبحث عن إرضاء شعبها. لكن مدينة مصرات في حد ذاتها هي مدينة ممتازة، فيها ناس خيرين وجدين، ونعرفوا ناس منهم لم يرضوا بهذا العمل إطلاقا. يعني هل مصراتة هي إخوة الأمس أعداء اليوم؟ يعني لا لا لا، مصراتة كمدينة، لا مصراتة كمدينة قامت بواجبها بين مواجهة الجذافي
وبمساعدة طبعا المنطقة الشرقية بالذات قدمت كل المساعدات لهم، وبالتالي أصبحوا قادرين على أن يواجهوا القذافي. ولكن للأسف يبدو علينا بعد طول المدة، يعني البني آدم ينسى أحيانا، فيبدو أنهم من النوع اللي بعض منهم، ما زلت نقول بعض منهم ينسى يعني. ولكن اللي قاموا به يعني خلاف ما نتحدث فيه الآن، نحن الوقوف مع مصراتة من عدمه، لكن الموقف اللي وقفوه اتجاه المنطقة الغربية يعني ما كانش مرضي، لأنه كان داعم للحركات الإرهابية اللي تتواجد في طرابلس وفي ضواحيها السبراتة وفي زوارة وفي المناطق هذه. ولكن طبعا عندنا صلات كبيرة جدا بالزاوية زي ما قلت لك، والشفانة هذه يعني منطقة، هي وليست مدينة، منطقة كبيرة جدا وبها يعني حوالي 1 مليون نسمة، يعني في عدد السكان يتجاوز 5 سكان ليبيا تقريبا. ترهونة منطقة كبيرة جدا، يعني كل هذه المناطق، كل ما هذه المناطق فيها انتشار واسع للكرامة، وبصفة عامة الليبيين كلهم أهل كرامة، إلا ما ندر، إلا اللي جنح في اتجاه تحقيق مصالح أجنبية وغيرها، يعني أقل مما يجب يعني. ميدانيا الكرامة على ماذا تسيطر ونسبة سيطرتها يعني ميدانيا، يعني خاصة أن البعض يشكك في المعلومات التي قدمتموها حول سيطرتكم على بنغازي، يعني ميدانيا يعني فعلا هل الكرامة تسيطر على مدن نريد أسماءها، يعني نريد فعلا أين تنتشر عملية الكرامة، أين هم جنود الكرامة؟ لا، جنود الكرامة الآن موجودين في المنطقة الشرقية بصفة عامة، موجودين وبكثافة طبعا بالتأكيد، لأن فيها صراع وقد حسم هذا الصراع لصالح القوات المسلحة الليبية، وهو في مدينة بنغازي. اللهم إلا لم يكن أمامنا شيء سوى درنا، يعني ودرنا للأسف أنا يعني الحقيقة هذا الواقع أنهم بدأوا يهربوا منها الآن، لكن إحنا قادمين عليها فترة غريبة إن شاء الله. أما بنغازي قلت لك 95% منها ما فيش إطلاقا أي سوى يعني وحدين مختبئين والغيرة، والآن المخابرات والأمن الداخلي وبعض من القوات المسلحة التي تطارد الفلول اللي خارج البلاد خارج بنغازي، لكن هذه المجموعات الثانية اللي أمن الداخلي والمخابرات والشرطة العسكرية والشرطة أيضا، هذه تحاول البحث عن العناصر المختبئة يعني، وهذا لا يعتبر يعني أصبح لا يعتبر أن ما زال فيه بقايا، ما بقايا ما فيه، هذا العناصر خلاص انتهت قصة الاسمام في بنغازي، ما عادش في حاجة اسمها هذه العناصر، للأسف أنها هذه مدعومة لأن تحقق شيء، فضاعت أرواحهم وضاعهم أنفسهم وضيعوا ناس وراهم، وأصبحت في خبر كانها، لا نتحدث عنها إطلاقا مرة ثانية يعني بصراحة. يتحدث البعض عن ربما العودة بقوة للنظام السابق حاليا، خاصة وبعض التحركات التي نشهدها في بعض الدول المجاورة من يعني تحركات سياسية وعودة وجوه سابقة كانت قد اختفت لسنوات ثم عادت حاليا. مثل الدكتور موسى إبراهيم الموجود حاليا في مصر وبعض الحركات التي انتشرت. لا، هذا طبعا للأسف أنهم يفسروا حسب ما يتصوروا، وهم دائما اللي دعم تاعهم دائما تتكلم كلام على الهواء ولكن لا معنى له، كله يتطاير مع لكن هم ربما يعني ينظروا والله فقط يضعوا في الآخرين اللي يشعروا بأنهم معنا ويساندوا فينا ويدعموا فينا، وهو العكس، هو فقط عملية تشكيك فينا، ممكن قيامهم وبيانات في ذلك الوقت هو لغرض التشكيك فينا ولغرض أن عندنا يد مع لا يمكن أن يرجع النظام السابق، لن يرجع مرة ثانية، أنت بانتهاء معمر، كل وقت عند رجال
نحن نشعر بأن هناك رجال سيظهروا إن شاء الله. الشباب هذا هؤلاء هم اللي لابد أن يأخذوا بزمام الأمور ويصنعوا لنا دولة عصرية بإذن الله تعالى، لن يكون للماضي فيه. وبعيدا عن الجو يعني السياسي والميدان، وكيف يقضي اللواء خليفة حفتر يومه في المكتب أو يعني خارج المكتب، يعني كيف يقضي يومه؟ والله في المكتب، أنا قاعدين في المكتب بيخطط الواحد إذا كان فيه إطلاقا أي شيء يستحق التخطيط أو التنبيه له في يعني في الوحدات اللي تقوم بواجبها الآن. أيضا إذا كان في أي، طبعا إحنا ليبيا كلها تمنع، أيضا نضعه في يعني بعض نماذج لموقف جديد يؤكد مثلا إخراج هذه المجموعات من الأماكن المتمركزة فيها، سواء في جدابية ولا في النوفلية ولا في سرت ولا في الأماكن اللي قلتنا عليها كلا، لابد من متابعتهم، يعني لن نقف هنا نحن عند بنغازي فقط ولا في جدابية ولا، لا، نحن ممكن نقف عند رأس جدير هذا إذا ما تابعناهم حتى في داخل تونس، وجهة شرقية أيضا نحن ممكن نتابعهم حق داخل الحدود المصرية إذا ما وقفنا عند مساعد. ف يعني هذا هو يعني متابعة يومية يعني لما يجري، هذا متابعة يومية من أجل أنا كل يوم نطلع نديره في رياضة لما يكون عندنا وقت، وفي نفس الوقت أن يكون أيضا الأمر يحتاج إلى جولات في داخل المدينة كثيرا ما نقوم بها في أوقات مختلفة بالطبع وفي ظروف مختلفة، ونشوف ونشاهده عن كثب بدون ما أحد يعرفنا ولا غيره، يعني في وسائل كثيرة جدا فنتحرك فيها. وطبعا في بعض المرات نزور المقرات القيادة عمري نشوش عليهم، ولكن نزور إذا كان يحتاج إلى مساعدة في أشياء معينة، طلبات معينة تحتاج تنفيذ، هذه كلها إذا في تصحيح لمواقف معينة أيضا بنتناقش فيها. وفي جولاتنا نلتقي بشبابنا وأهلنا كلهم من الرجال والنساء والشباب الصغيرين، والشباب الصغيرين هذا على فكرة يعني أنا دائما الواحد يحب يشوفهم لأن هذول زي أحفادنا يعني بالنسبة لي، لكن يمثلوا الأسرة اللي طالعين منها لأن هذول غير مؤدلجين فيطلعوا لك على نياتهم، التعبير اللي في البيت هو اللي بينقل لك يعني، فنحن سعداء لما نشوفهم يتكلموا ويحكوا معنا وفرحين كلهم حقيقة يعني. وأيضا الناس الكبار سواء كان رجال ولا نساء دائما نحب نسمع منهم يعني، وهذا مما يعطينا أن دائما يعني في الصورة، أنا بوش حد ينقلنا في الإذاعة ولا غيره، ولكن دائما نحاول نستشفوا من مشاعر الناس كم هم مرتاحين وكم هم مبسوطين حقيقة في هذا الوقت. كلمة أخيرة توجهونها إلى الجنود الكرامة، وكلمة توجهونها إلى الفرقاء هنا داخل ليبيا من الجهة الأخرى، وكلمة توجهونها للمجتمع الدولي. كلمة نقولها يعني أول كلمة نقولها لقواتنا المسلحة، رجال الكرامة، ورجال الكرامة هم جنودنا الأشاوس وضباطنا الأوفياء والذين يعني يقودوا جنودهم بكل قوة. نقول لهم عليهم بالتأكد تماما أن معاملة أهلنا في الداخل من كبار السن والرجال والنساء والأطفال لابد أن يكونوا حريصين وأن أقتربوا منهم ويتحسسوا مطالبهم، ربما هناك من يقوم بأشياء من غيرهم يعني بأعمال ليست من طابع العسكري، فيحاولوا قدر الإمكان أن يحلوا كافة المشاكل اللي يحسوا بها. مضافا إلى شبابنا حقيقة، الشباب بنغازي بالذات وشباب الكرامة في كل المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، قولوا لهم عليكم أن تكونوا يقظين
وتأكدوا فيها وحدة بلادكم، وتأكدوا فيها أن الكرامة هي كرامة شعب الليبي بأكمله، وأن تكونوا حريصين عليها، وأن لا يدلسكم أي آخر بأن تتوجهوا أي اتجاهات أخرى لن تكون الكرامة جزءا منها. فالكرامة هي كرامة شعب بأكمله، وكرامة الشعب الليبي اللي كانوا يقوموا هالمجموعات الغريبة اللي ابتلينا بها من جراء المؤتمر بالتأكيد، وليس المؤتمر كله حقيقة، ولكن عناصر مثل عبد الوهاب وعبد الحكيم وعبد الرؤوف وعبد الكلام، هذا كله عبيد، هذا كلهم ارتكبوا جرائم كبيرة جدا في حق الشعب الليبي بتسهيل دخول هالمجموعات إلى ليبيا بجوازات السفر، وإلا بإعطائهم أسلحة وذخيرة ومعسكرات وتسهيل إقامتهم. هذا كله أخواننا رانا دفعنا فيه الثمن غالي الحقيقة. أنتم أجرمتوا اللي سميتم الآن، أجرمتوا في حق الليبيين، ولكن الحساب وراكم. هذا من بيقول لكم العالم الخارجي عليه اللي ينسى أن نحن نكافح نيابة عنهم، نكافح في عدو مشترك، عليهم أن يقفوا وقفة حق، وقفة مع أصحاب الحق، وأصحاب الحق هو الشعب الليبي الذي قدم أبنائه أرواحهم ودماءهم، هذا كله في سبيل أن تكون ليبيا حرة، يريد أن يبنوا دولة ديمقراطية يتمتع فيها الليبيين بالعدل والمساواة في كل أرجاء ليبيا. الفرقاء بالداخل، الفرقاء أنا نقول ربي يهديهم إن شاء الله ويبتعدوا عن عملية التضليل. وليبيا ليست هي الصين، هذول 5 مليون أو 6 مليون تعتبر أسرة واحدة، فأنا أهيب بكل ذي عقل أن يقف مع عقله ولو ساعة من هذا الدهر كله، من هالعمر اللي أعطاها لك ربي، أن تقف مع نفسك ساعة وتذكر أن هذا الشعب له حق عليك، وأن لا تخذله أبدا، وأن لما كان القذافي حاكم وقف الشعب وقفة واحدة، فلا تنسوا تلك الأيام، وكل واحد منكم يتجه اتجاه مخالف، يجب أن تقفوا مع بعض وتتصلوا ببعض وتمتنعوا عن قضية الهجمات القرية المدينة تستغول على مدينة أخرى وتقاتلها، ولا قرية تقاتل قرية، ولا قبيلة تقاتل قبيلة، هذا الكلام محظور كل الحذر. نحن نفخر بما يجري في المنطقة الشرقية حقيقة، كلهم كانوا دعم لنا، كلهم كانوا دعم للكرامة، وبالتالي أصبح عدونا من السهل جدا التغلب عليه. فنأمل ونربو بكل إخواننا أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية، وأن يتقاربوا ويشكلوا وحدة واحدة، وأن يبعدوا الأشرار عنهم، وأن يتفقوا في مواجهة خصمهم يريد أن يفتتهم، وبالتالي سيكون إذا تمكن من هذا لا سمح الله ستكون المجموعات الغير شرعية التي تتجه نحو أوروبا ولا أفريقيا ولا أي مكان، لا نريد هكذا. وطننا جميل، وطننا غني، ولنا حق في أن يعيش كل الليبيين فيه بسعادة وفي أمن. سيادة اللواء خليفة بلقاسم حفتر، شكرا جزيلا لكم على منحنا بعض الوقت خاصة وانشغالاتكم التي نعرفها، شكرا جزيلا لكم على تواجدكم معنا عبر القناة. شكرا أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. دمتم